السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ عيني ان شاء الله تكونون بخير. اليوم عندنا الموضوع اللي راح نحكي عنه اللي هو الophthalmic application. احنا حكينا في المحاضرة السابقة عن طرق التحضير بالنسبة للointment، فاليوم عندنا موضوع مهم اللي هو الophthalmic application. مثل ما نعرف الكو تكون عصارات تكون يعني كريم، أو قد تكون بالعادة هي ointment بالنسبة للابليكيشن كل للعين. فهنا راح نحكي عن الophthalmic ointment اللي موجودات وشنو اللي لازم تكون موجودة وشنو الصفات اللي لازم تتوفر بها. كبداية الointment base اللي لازم نختاره احنا بالنسبة للophthalmic ointment لازم ما تكون irritating to the eye. إذن أول صفة تكون هي not irritating to the eye, but must even permit the diffusion of the medicament or the medicinal substance throughout the secretions passing the eye. إذن النقطة الأولى قلنا not irritating the eye، والنقطة الثانية لازم شو تسوي؟ must permit the diffusion of the drugs and go throughout the secretions passing the eye. يعني معناته هنا لازم اول شيء تكون هي ما تسوي irritation للعين، وبنفس الوقت تخلي diffusion يعني تقبل انه الدواء يخرج من الointment base هاي اللي موجود بيها وتروح خلال السكريشنز اللي باثينج ذا اي. مثل ما نعرف احنا دائما العين تكون بها السوائل وبها هاي الدموع تكون على مود تبقى هي رطبه، فبالتالي لازم الاوينتمنت بيس تقبل انه تخلي الدواء يطلع من عندها ويصير له ديفيوجن ثرو ذا سكريشنز اللي تكون محيطه بالعين. نفس الوقت لازم تكون هاف ا سوفتنينج بوينت كلوز تو ذا بودي تمبرتشر. يعني احنا لان هاي رقم ثلاثه هنا لازم شو تكون؟ تكون الointment base clean، يعني تكون قريبة بالنسبة لدرجة حرارة الجسم، يعني درجة حرارة العين نقصد بها هنا. هنا لسبب أنه تكون comfort والdrug release، كل ما قل softening بالنسبة هنا، كل ما تقلل softening بالنسبة للointment base تكون soft أكثر، كل ما راح تنطي drug release اكثر او drug release اسرع، وبنفس الوقت تكون comfort اكثر. يعني ما معقول انت تخلي مثلا دهن للعيون ويبقى محافظ على الستركتشرال فيرم مالته بدرجة حرارة العيون، هنا أنا ممكن راح تسبب يعني patient inconvenient ويا العلاج. وبالتالي على مود نتخلص من هاي المشكلة لازم تكون softening point بالنسبة الointment base اللي ممكن نستخدمه للophthalmic لازم تكون قريبة للbody temperature. ليش؟ أنا مود نحصل comfort أكثر والdrug release يكون بشكل أحسن. الointment base هنا ممكن نستخدم الwhite petrolatum، ممكن نستخدم البتروليوم أو الliquid petrolatum. إذا ممكن نستخدم إحنا الwhite أو نستخدم الliquid petrolatum. هاي ممكن نستخدمها احنا كبيز بالميديكيتد في حالة ان احنا عندنا ميديكيتد اوفثالميك، او نستخدمها للانميديكيتد اللي تكون الليبريكيتنج اوفثالميك اوينتمنت. احيانا ممكن نضيف احنا وياها اللانولين اللي هو واتر ميسيبل ايجنت، ممكن نستخدمه. الميديسينال ايجنت اللي ممكن نستخدمها احنا للاوينتمنت بيز قد تكون بشكل سوليوشنز. اذا الميديسينال ايجنت قد تكون بشكل أول شيء قد تكون بشكل solutions أو قد تكون fine micronized powder. هذا الشيء راح يخلي الointment uniform أكثر و smooth by fine milling. عندنا مشكلة إحنا دائما يعني تلاقينا في الophthalmic application اللي هي residence time.
residence time يعني مقدار الوقت اللي تبقى عليه الophthalmic preparation اللي احنا راح نخليها، سواء كانت هي ointment او سواء كانت هي solution، دائما عندها الوقت اللي تبقى عليه يكون قليل. السبب شنو؟ السبب انه يكون limitation. هذا الشيء الريزيدنس تايم ممكن راح يسبب لي ليميتيشن بالنسبه للدراج بنتريشن. يعني اذا احنا بنخلي فد اوكيلر اوفثالميك دراج، البنتريشن مالته راح يكون ليميتد او يكون قليل بسبب الشورت ريزيدنس تايم تو ذا سيرفيس اوف ذا اي. هنا ليش الريزيدنس تايم قليل؟ هاي السبب مالته انه الرابيد ريموفال باي تيرنج، ممكن المريض عينه تبدا تدمع فبالتالي راح يتخلص من الدواء بسرعه، وبسبب الناتشرال ميكانيزمز اللي موجوده بالنسبه للاي اللي هي مثلا الاي بلينكينج. يعني هنا بالنسبه ان احنا الاي بلينكينج هو راح يكون يعني رد فعل لا ارادي لاي شيء ممكن يتقرب من العين. واحد تبدا عيونه ترمش، فبالتالي هاي الحركه السريعه بالاي بلينكينج ممكن تقلل من الريزيدنس تايم، فبالتالي راح يقل عندي الدراج penetration. بالإضافة إلى هذا، الـ drug penetrations ممكن يتأثر بعدة عوامل أخرى غير الـ short residence time، اللي هي مثلاً الـ small surface area of the cornea. مثل ما نعرف إحنا العيون تتكون من عدة أجزاء تكون هي معقدة، من ضمنها الجزء الأساسي اللي هو الكورنيا. الكورنيا اللي هي يعني نقصد بها إحنا القرنية، هاي الطبقة تكون كلش صغيرة، فبالتالي من تكون صغيرة فبالتالي السيرفيس اريا قليلة بالنسبة للدراج ابزوربشن، فهذا ايضا راح يسبب لي دراج بنتريشن يكون قليل. والكورنيا ناتشرال ريزيستنس تو ذا دراج بنتريشن، هاي ايضا متعلقة بالكورنيا. هي صح احنا قلنا هي دراج ابزوربشن ما تكون قليل لان الكورنيا هي صغيرة اساسا، نفس الوقت التركيب مالتها يكون كلش مزعج، فبالتالي دراج بنتريشن ايضا راح يكون قليل. إذن إذا هنا مثلاً نسأل فد سؤال، شنو الأشياء اللي ممكن تأثر لي على أو ليش الـ ophthalmic drug penetration تكون limited؟ عندنا النقطة الأولى اللي هي الـ short residence time، ورقم اثنين الـ surface area مال الـ cornea تكون صغيرة، الـ small surface area of the cornea، وناتشرال ريزيستنس اوف دراج بنتريشن بالنسبه للكورنيا. اذا the cornea's natural resistance، هذين ثلاث نقاط ممكن تسبب لي شنو؟ تسبب عندي راح تنطيني limited ophthalmic او ocular drug penetration. وبالتالي هذين الثلاث نقاط هي راح تسبب لي الـ limited ocular or ophthalmic drug penetration. مقارنة بالـ ophthalmic solution، يعني هنا راح نقارن احنا الـ ophthalmic ointment ويا الـ ophthalmic solution. الـ ophthalmic ointment او الجل تنطي extend residence time to the surface of the eye، وبالتالي راح تزيد الـ duration of the surface effect. يعني إذا أنت مثلاً تستخدم الـ ophthalmic the treat مثلاً surface effect، يعني إذا تريد السيرلم penetration فبالتالي راح يشتغل على هذا السطح، يعني ما راح تخلي الدواء راح يعبر، راح يشتغل هنا خلينا نقول. فبالتالي هنا هاي الـ surface effect بالنسبة للـ ophthalmic ointment أو الجل ينطي أكثر كفاءة من ما لو استخدمنا إحنا القطرة اللي هي الـ ophthalmic solution. احنا بهالحالة من راح نزيد الـ residence time راح نحصل على duration قلنا of surface effect اكثر، وبنفس الوقت نحصل على bioavailability for absorption into the ocular tissue تكون اكثر. السبب انه احنا من راح نخلي مثلا ophthalmic solution، solution بالعادة تكون هي low residence time اكثر مقارنة بمن اذا قارناها احنا بالointment او الجل. السبب انه هذا تكون هي يعني ليكويد اكثر، فبالتالي راح
ينطرح ويتخلص من عند الجسم أسرع مقارنة بالأوينتمنت والجل اللي تكون قوامها مور بسكس، فبالتالي راح نحصل على شنو إذا استخدمنا هذني، راح تنطينا اللي هي increase residence time. هذا residence time راح ينطي surface effect، يكون surface action مالته راح يكون أعلى، وبنفس الوقت راح نحصل على bioavailability أفضل. راح تكون أيضا أعلى. هنا إذا نقارن ما بين الophthalmic ointment clearance from the eye تكون slow، يعني تقريبا نصف بالمئة بالدقيقة. هنا راح تكون 0.5% per minute. إذا قارناه إحنا مثلا بالsolutions المقدار اللوس راح يكون تقريبا 16%، فبالتالي من عندنا هيجي ريت كلش قليل راح يكون أفضل من ما لو إحنا عندنا هذا الريت اللي يكون نوعا ما عالي. فبالتالي يفضل إذا نريد نحصل على duration of action أعلى راح نستخدم إحنا الophthalmic ointment. نيجي بالنسبة للاستيرويدز، مثل ما قلنا سابقا إنه الophthalmic preparations لازم تكون meet the USP sterility test، لازم يكون sterile، والتست فور metal particles أيضا لازم يكون ماكو أي metal particles متبقية. حتى نحصل على ophthalmic ointment يكون sterile راح يعني نحتاج special techniques ونحتاج special processing. هنا المشكلة وين؟ المشكلة إذا إحنا مثلاً حضرنا الأوينتمنت وكملناه، هذا مثلاً الأوفثالميك أوينتمنت، وجينا نريد نسوي له مثلاً يسموها التيرمينال، يعني آخر شيء أو آخر خطوة قبل ما إنه نسوي له يعني باكجينج، نسوي له سترلايزيشن، تيرمينال سترلايزيشن. هذا الشيء ممكن يكون مو كلش كفو إذا استخدمنا التيرمينال سترلايزيشن بالنسبة للأوفثالميك أو بالنسبة للآي أوينتمنت. هذا الشيء يكون problematic. نجي ليش؟ عندنا الستيم sterilization أو الإثيلين أوكسيد. الستيم sterilization نقصد به راح نستخدم يعني هواء بدرجة حرارة عالية ويكون رطب هذا الهواء، فنسميه steam sterilization. أو الإثيلين أوكسيد ممكن نستخدمها يكون ineffective. ليش؟ السبب مالتها هي ما راح تقدر تعبر ال penetrate the ointment base. هنا انت حضرت هذا مثلا عندك اوينتمنت، خلينا نفترض اذا تجيب مثلا ستيم او تجيب مثلا الاثيلين اوكسايد، هذا ما راح يقدر يعبر هاي المنطقه كليتها، راح يوصل مثلا فقط على الاجزاء الخارجيه، فبالتالي انت عندك هذا الجزء هو كليته ما وصل له ذني، ما راح يصير له استرلايزيشن. فاذا هاي الطريقه تعتبر انفكتيف، او يعني هاي من ضمن المشاكل اللي كنا إذا نسوي terminal sterilization. إذا مثلاً غيرنا الطريقة استخدمنا dry heat sterilization، هنا ننتبه إن هي dry، فبالتالي الهواء يكون يعني dry ما راح يكون رطب مثل ال steam sterilization. ال dry ممكن يسبب penetration، ممكن يعبر هاي المنطقة كليتها، بالتالي راح يوصل لكل أجزاء ال ointment base. ولكن لأن الحرارة عالية ممكن تسبب عندي stability stability issue بالنسبة للدراج سبستانس، وأيضا ممكن تسبب شنو separating للأوينتمنت base، فبالتالي راح يخرب عندي الأوينتمنت. إذا ما راح أقدر أني أيضا أستخدم الدراي هيت. ليش؟ لأن ممكن تسبب لي دراج instability وممكن تسبب لي separating. فهذني الدراي هيت والستيم او الاثيلين اوكسيد الاثنين احنا نستخدمها بالعاده للتيرمينال ستيرلايزيشن. هاي الطريقتين ما راح نقدر نستخدمها احنا في حاله عندي اني الاوفثالميك اوينتمنت. السبب كنا انه الاثيلين اوكسيد او الستيم ما ممكن انه يسوي بينتريشن للاوينتمنت بيز، والدراي هيت ممكن تسبب بينتريشن، ممكن تعبر، ولكن ممكن تسبب لي دراج انستابيليتي، ممكن تسبب لي سيبريتنج للاوينتمنت بيز. فإذا ما راح نقدر احنا نستخدم التيرمينال استرلايزيشن. زين، شلون ممكن نسوي استرلايزيشن او نحصل على
اوفثالميك اوينتمنت يكون سترايل. هنا راح نستخدم احنا ستريكت ميثود السبتيك بروسيسنج ار امبلويد، يعني اثناء ما احنا نشتغل لازم يكون كل الشغل مالتنا هو بالسبتيك كونديشن. بالنسبه للدراج يكون السبتيك، والنون دراج كومبوننت ايضا يكون سبتيك، وبالتالي راح تحصل انت على استرايل. يعني هنا مثلا اذا احنا جينا نقيس الاوزان راح يكون السبتيك كونديشن، نسوي كوربوريشن ايضا يكون السبتيك، وبالتالي راح نحصل احنا على استرليت ريكويرمنت مناسبه، وبالتالي ما راح نقدر او ما راح نحتاج العفو نسوي تيرمينال استرلايزيشن. انتي ميكروبيال بريزرفاتيف ممكن نستخدمهن، مثال عندنا كومبينيشن من الميثيل والبروبيل بارابين، الفينل ميركوريك العفو الفينل ميركوريك اسيتيت، الكلوروبيوتانول، بنزوكوريوم كلورايد، هذني امثله على بريزرفاتيف او انتي ميكروبيال ايجنتس ممكن نستخدمها بالنسبه للاوفثالميك بريبريشن. عندنا هنا أمثلة على أوفثالميك أوينتمنت، مثلا أنتي باكتيريال عندنا كلورامفينيكول، أدرينو كورتيكال ستيرويد مثل الدكساميثازون، هذني أمثلة على أوفثالميك أوينتمنت موجودة مثلا بالصيدليات. هسه احنا خلصنا من الأوينتمنت، راح نبدي بموضوع مهم اللي هو الكريمز. الكريمز هي سيمي سوليد بريبريشن تحتوي على وان أور مور ميديسينال ايجنت تكون ديسولفد أو ديسبيرزد في emulsions اللي هي water and oil emulsion أو oil and water emulsion، أو أحيانا نستخدم another type of water washable bases for external applications. The definitions eliminate thick liquid، يعني هذا التعريف ما نقصد إحنا به lotions أو emulsions يكون بشكل lotion. الكريمز تكون pharmaceutically وcosmetically appealing، شكلها يعني مرتب وشكلها حلو بالنسبة لأغلب الكريمات. تكون هي soft و easy to apply، تنطي cooling effect للسكين، وتكون بالعادة هي water removal. عندنا مثال على الكريمز اللي هو الفانشينج كريم. الفانشينج كريم هو يكون oil and water emulsions containing a large percentage of water. أنا راح يكتب هو التايب مالته راح يكون water and oil، ويكون الاكسترنال بيز يكون شنو large amount، ويحتوي على water ويحتوي على ايضا stearic acid او oleaginous component اخر حسب اللي مثلا الشركة اللي تصنع. ال vanishing cream get their name from the fact that they seem to disappear when spread on the skin. احنا اذا نريد نتذكر هاي المعلومه، الفانشينج كريم موجود يعني كرتون طلع اللي هو التون جيرين يستخدم الفانشينج كريم على مود يختفي. فهنا بالحقيقه هو حصل هذا الفانشينج كريم انه الاسم مالته انه هو فتشي دا يختفي، انه احنا مجرد ما نخلي الفانشينج كريم اللي هو لونه ابيض راح نخليه احنا على السكين او نسوي له سبريدنج، راح يصير له ديسابيرنس، راح يختفي. بالتالي بسبب هاي الصفة سموه شنو vanishing cream. ورا ما احنا سوينا الابليكيشن بالكريم هذا، الواتر راح يصير له evaporation وراح يترك شنو behind a thin residue film of stearic acid اللي احنا هنا استخدمناه، او احنا نشوف مثلا اذا استخدمنا oleaginous component اخرى غير stearic acid. نيجي هنا الى مقارنة ما بين الكريمز وما بين الاوينتمنت. الكريم بالعادة احنا نستخدمها أكثر شيء بالنسبة للتوبيكال سكين برودكت، يفضل إنه نستخدمها، والبرودكتس اللي تكون نستخدمها بالركتالي والفاجينا. Many patient and physician prefers cream to ointment، يفضل الكريمات أكثر من الاوينتمنت لأن هي تكون easy to spread and remove. مثل ما قلنا احنا الكريم easier to spread، يكون أسهل لأن يكون قوامها مائي أكثر مقارنة بالاوينتمنت، وبنفس الوقت لأن القوام هي مالتها مائي أكثر فبالتالي الريموف from the skin يكون بالكريم يكون more easy مقارنة بالأوينتمنت اللي تكون hard. طبعا الشركات تصنع عدة أنواع من topical preparations، قد يكون بالنسبة للدرج الواحد قد يكون كريم قد يكون أوينتمنت أحيانا يكون جل، حسب على مود إنه يعني satisfy the preference of patient and the physician. مثلاً المريض يقول أنا أفضل الأوينتمنت أكثر عن الكريم، وكوكسيم يقول لا بالعكس.
هنا نقدر نضيف نقطة إضافية بالنسبة للأوينتمنت، راح تنطي برولونج أكشن أكثر. وبالنسبة للكريمز فراح تنطي onset of action أسرع. البرولونج أكشن بالنسبة للأوينتمنت جاي من سبب أنه هي تكون oleaginous أكثر، فبالتالي الدراج حتى يطلع من الأوينتمنت يحتاج فترة أطول، فبالتالي راح يحصل على برولونج أكشن. وبنفس الوقت لأن هي الريسيدنس تايم بالنسبة للأوينتمنت أكثر مقارنة بالكريم، لأن هذا ما ينغسل بسرعة، فبالتالي راح يبقى على الجلد لفترة أطول، هذا الشيء راح ينطي برولونج أكشن. بالنسبة للكريم هو لأن بي ووتر أكثر من الأوينتمنت، فبالتالي ينطي أونست أوف أكشن أسرع مقارنة بالأوينتمنت. يعني إذا أردنا مثلا ننطي فد دول لحالة معينة بالسكن ونريدها تشتغل بسرعة، ننطي كريم يفضل أكثر من ما لو ننطي الأوينتمنت. عندنا أمثلة على أدرينو كورتيكال ستيرويد أوينتمنت أند كريم. هنا هاي المواد اللي هي موجودة هنا متسلسلة حسب البوتنسي، يعني مثلا عندنا الكولبيتاسول هو أقوى كورتيكوستيرويد موجود مقارنة بالهيدروكورتيزون اللي هو يكون أضعف واحد. طبعا هنا الأوينتمنت كبوتنسي هي أكثر أو أقوى من الكريمز، السبب قلنا أنه هي راح تبقى فترة أطول، فبالتالي ككفاءة علاجية تكون أفضل مقارنة بالكريم اللي ممكن ينغسل بيوقع بسرعة. فهنا هذا التسلسل يكون من يعني من الأعلى إلى الأقل، التراكيز الثاني مالته موجودة، واليوزز مالته إحنا عادة يعني نعرفها، مثلا إذا أكو ديرماتيتس، مثلا إذا أكو أينال إتشينج، سورايسز، إكزيما، والسكين راش، والأرتكاريا. الأنتي فانجال أوينتمنت أند كريمز. هنا مثلا عندنا الكونديشنز مثلا الأورال ثراش، عندنا الفاجينال ييست إنفكشن، عندنا الجوك إتش والرينج ووم والأثليتي فوت، هذين ثلاثة هن نوع من الإصابة الفطرية اللي تكون على الجلد، ممكن نستخدم لها هذني البريبريشنز مثلا الوايت فيلد اللي يحتوي على السارسيليك أسيد. هنا نبيها هذا السارسيليك أسيد راح يكون هو كأنتي فانجال إفكت، التربينافين، كلوتريمازول، مايكونازول، الإيكونازول والكيتوكينازول والتولنافتيت. بالنسبة للفاجينال ييست إنفكشن عندنا المايكونازول نايتريت كريم، عندنا الكلوتريمازول. بالنسبة للأورال ثراش عندنا مثلا النيستاتين، نقدر نستخدم الكلوتريمازول، المايكونازول، والماترونيدازول. الماترونيدازول هو ما عنده أنتي فانجال أكتيفيتي، هنا إحنا ضايفيه. أكو أحيانا تكون أورال ثراش ويا الفطريات ممكن أكو بكتيريا ممكن تسبب هاي المشاكل، فنستخدم له إحنا الماترونيدازول على مود نتخلص منها. يجي إلى الموضوع الآخر اللي هو البيست. البيست هو ايضا سيمي سوليد بريبريشن نستخدمه احنا للابلكيشن تو ذا سكن، او احيانا نستخدمه للاورال ميوكوزا مثل ما قلنا مثال عليها الكينالوج. نحن نتذكر دائما احنا الكينالوج اللي هو مكتوب كينالوج اورا بيست، يعني هذا نستخدمه احنا داخل الاورال اذا على مود اكو مثلا هاي اللي تكون الفراغيس اللي موجودة بالفم، نستخدم اللي احنا الكينالوج أورال بيست. فهنا من راح نشرح حاول دائما نتذكر القوام والشكل مال الكينالوج. هنا تكون larger proportion of solid material، يحتوي على solid material يعني قد تصل الى 25% واحيانا قد تصل الى 40% اكثر. هذا الشيء مقارنة بالأوينتمنت، فبالتالي هي تكون stiff اكثر. يعني الpaste contain solid تكون بنسب جدا عالية مقارنة بمن بالأوينتمنت، فبالتالي لأنها تحتوي على solid materials أكثر، هذا الشيء راح يخليها شنو more stiff، تكون more stiffer مقارنة بمن بالأوينتمنت. هاي الpaste consist finally powdered medicament combined with soft paraffin or liquid paraffin with a non-greasy base made from glycerol, mucilage أو أحيانا من الصوب. في حالة إنه استخدمناه externally، في حالة إنه نستخدم oral paste ما ممكن نستخدم إحنا الصوب. The paste can be prepared by the same manner as ointment، يعني نفس طرق التحضير مال ointment، by direct mixing
أو use of heat to soften the base prior to incorporate the solid. الصالب هنا طبعا يكون يعني احنا مصغرين الحجم مالته ويكون البارتيكل سايز يعني يكون يعني evenly distributed على مود ليصير عندي الكريتنس بالنسبه للفيس لما يكون اخر شيء. هنا اكو نقطه, هاي نقطه مهمه, الليفيكيتنج ايجنت اللي ممكن نستخدمه احنا. هنا ما يفضل انه نستخدم ليكويد, يعني هنا الليفيكيتنج ايجنت في حالة الاوينتمنت احنا قلنا ممكن نستخدم مثلا سوليوشن, ممكن نستخدم اويل على مود شنو, على مود نحصل على سموث ديسبيرجن ونحصل على البارتيكل سايز يكون اصغر, فبالتالي على مود نحصل على ايفن ديستريبيوشن. في حالة البيست ما ممكن انه احنا نستخدم هذني, هذني ما نقدر نستخدمها. ليش؟ إذا استخدمنا سوليوشن, إذا استخدمنا أويل راح تكون سوفت البيست, فإحنا البيست إحنا ما نريدها تكون سوفت. فش نستخدم؟ نستخدم portion of the paste اللي إحنا بدنا نستخدمها. يعني هنا الليفيكيتنج ايجنت في حالة البيست راح يكون هو small portion of the paste, نستخدم في جزء قليل أو جزء صغير من البيز اللي بدنا نستخدمه احنا بتحضير البيست, نستخدمه هو كليفيكيتنج ايجنت. ما راح نستخدم لا سوليوشن ولا راح نستخدم كاويل مقارنه او مثل ما تعودنا في الاوينتمنت بريبريشن. ليش ما نستخدم هذني؟ على مود لا نحصل على بيست تكون سوفت. هذا الشيء احنا ما نريده في حاله البيست بسبب الاستفنس اوف ذا بيز, ممكن انه تبقى after application لفترة أطول مقارنة بالointment, وتكون effectively employed to absorb serous secretions. هذني لأن هي تحتوي على solid material عالي, لأن عندها solids عالية, فبالتالي راح تبقى remain in the place after application أكثر, وبنفس الوقت عندها قابلية أن تسوي absorption للسوائل اللي موجودة. هاي البيست نستخدم ان احنا للوكال افكت اون ا ديسكريت سكين اري فور كوروسيف سكين ماتيريالز مثل السارسيليك اسيد. السارسيليك اسيد اذا خليناه مثلا على الجلد اللي يكون هو هيلثي سكين راح يسبب عليه كوروسيف, فلذلك احنا على مود لا السارسيليك اسيد يعني يروح لمكانات من الجلد اللي هو ما بها مشكله, نخليه فقط على المكان اللي يكون مثلا به مشكله. مثلا اذا عندي هاي طبقة من السكين هي هنا صار المشكلة, احنا اذا نستخدم البيست نستخدمه فقط هنا راح يصير. ليش؟ لان يعني هي ستيف اكثر, وبالتالي راح تكون يعني موجودة في هذا المكان بالتحديد اكثر, وتكون ادق انه السارسيليك اسيد يشتغل فقط هنا, ما ممكن انه يروح يشتغل هنا مثلا او هنا في حالة انه مثلا الاوينتمنت او في حالة مثلا الكريمز. لذلك السارسيليك اسيد مثلا اذا اريد نسويه يفضل انه يكون بشكل بيست. ليش؟ لان هذين راح تنطي local effect on a discrete skin area for corrosive skin material thereby not compromising, يعني ما راح تروح تأثر على اللي هي هنا تكون اللي هي healthy. بسبب انه هي تكون stiffness بالنسبة للبيست و impermeability بالنسبة للwater, pastes are not suited for applications to higher parts of the body. ممكن ان هي نستخدمك لabsorb wound exudate, مثلا اذا اكو جرح وهذا الجرح دا ينضح سوائل, ممكن نستخدم البيست على مود قابليتها انه تسوي absorption للwound exudate. نستخدمها مثلا للبيبيز نابي برودكت, وممكن نستخدمها كسن فلتر. نجي الى المثال الثاني اللي هو الزنك اوكسايد بيست اللي هو اللازارس بلين زنك اوكسايد بيست. هنا ممكن يحتوي من زنك اوكسايد يوصل الى 25% من زنك اوكسايد وهي ستارتش وهي وايت بترولاتا. هذا البريبريشن اللي هو الزنك اوكسايد بيست يكون افضل لان هو very firm, فبالتالي it is better to protect the skin
and absorb the secretions than the skin than the zinc oxide ointment. إذن هنا إذا نجي مثلا عندنا سؤال مثلا مقارنة ما بين الزنك أوكسيد كبيست ومثلا كأوينتمنت. البيست راح يحتوي على تركيز 25%، الأوينتمنت راح يحتوي على تركيز 40%. هذا يكون able to skin عفوا better able to protect the skin better in protect the skin أفضل من هذا، وبنفس الوقت عنده خاصية إنه يسوي absorb لل secretions اللي ممكن تطلع من السكين، فبالتالي يفضل إنه نستخدم البيست اللي هو تركيزه أقل 25% مقارنة بالأوينتمنت اللي هو يوصل إلى 40%. فهذا مثل ما موجود بالجدول، نال الزنك أوكسيد ننتبه إنه هو أوينتمنت 40%، إذا حقلناها مثلا البيست راح يحتوي على 25%. بالنسبة للجل، الجل اللي هو الموضوع اللي يكون الأخير بالنسبة للسيمي سوليد، هو سيمي سوليد 3 dimensional system consisting of colloidal dispersion من small أو large molecules in an aqueous liquid vehicle. فهنا إذا نجي مثلا كتعريف بالنسبة للجل، الجل هو راح يكون small أو قد تكون أحيانا large molecules، هاي تكون صار لها dispersion aqueous liquid vehicle. فبالتالي راح يصير شكلها jelly-like by the addition of gelling agent. إذا الجل هو small أو large molecules صار لها dispersion liquid vehicle ونضيف عليها مثلا gelling agent، فبالتالي راح يصير هي كجل. ال solid-like properties عنده sustain shear mechanical character of solid، هو يكون يعني قريب إلى أن يكون بشكل solid، هذا بالنسبة إحنا كجل لنحكي. ممكن يروح liquid solid transition، يعني يتحول من liquid يتحول إلى solid، أو يعني يتحول من solution يتحول إلى gel، وراح نيجي مثلا نعرف إنه شنو الأشياء اللي ممكن تتغير من solution إلى تسوي إلى بشكل gel. هنا get point transition from liquid colloidal dispersion اللي هو solid to liquid into three dimensional semi solid gel اللي هو يكون liquid and solid. يعني هنا في هاي الحالة احنا خالين مثلا solid وصار لها dispersion مثلا liquid، هذا مثلا هو liquid، هذا راح يتحول يصير من liquid colloidal dispersion راح يصير gel. الجل ايش راح يصير؟ راح يكون هنا هو الليكويد وهنا هو السوليد، يعني صار هنا شنو بي فيز انفرجن، تحول هذا اللي هو كان هنا الليكويد راح يصير هو بالداخل ويكون الخارج مالته اللي هو السوليد او السوليد لايك يعني بشكل جل. فارماسيوتيكال جيلز قد تكون translucent أو transparent شكله يكون شفاف، ممكن نستخدمها لعدة routes مثلاً the skin أو the mucous membrane of the eye, nose, the vagina or rectum giving a high rate of release of pigments and rapid absorption. إذا هنا راح تنطي release جداً عالي أعلى حتى من the creams، وبنفس الوقت راح تنطي عندي الـ rapid absorption. rapid absorption لأنه أنطى release عالي، ف يعني أكو يعني drugs يكون more available لمود يصير الـ absorption. فإذا الجل إذا نجي مثلا مقارنة بالكريم كريليز يكون أسرع، فبالتالي أيضا راح يكون الـ onset مالته أسرع. يعني إذا نجي مثلا onset of action نرتبها، راح يكون الجل بالبداية، بعدين يجي الكريمز، بعدين راح يجي الأوينتمنت. هاي بالنسبة للأونست أوف أكشن. وبنفس الوقت نقدر نعتبرها بالريت أوف ريليز.
إذا مثلا قلنا بالعكس، قلنا منو اللي ينطي برولونج أكشن؟ بالنسبة للبرولونج أكشن فهو الأوينتمنت يجي بالبداية، بعدين يجي وراها الكريم، وآخر شيء راح يجي هو الجل. كلاسيفيكيشن أوف جل، إذا نريد نقسم الجل أكو عدة أنواع. بصورة عامة هو الهيدروجل، الأورجانوجل، والزيروجل. الهيدروجل هو يكون هايلي ابزوربنت وعنده ديجري اوف فلويديتي عالية. الأورجانوجل نون كريستالاين ونون جريسي ويكون ثيرموبلاستيك. الثيرموبلاستيك يعني مثلا هنا الفيسكوسيتي راح تتناسب ويا التمبرتشر، يعني كل ما زادت التمبرتشر كل ما الفيسكوسيتي هنا راح تقل. كل ما قلت التمبرتشر كل ما الفيسكوسيتي مالته راح تزيد. هذا نقصد بيها الثيرموبلاستيك. هنا اذا نجي مثلا نقسم النيتشر اوف ذا بوند انفولفد ان ذا 3 دايمنشنال ستراكشر، راح يكون عندنا نوعين. عندنا النوع الاول اللي هو اللايوفوبيك، والنوع الثاني اللي هو اللايوفيليك. اللايوفوبيك من اسمه يعني الماده هنا اللي راح نستخدمها احنا ويا الاكويس يكون مذوب بالماء فنسميها لايوفوبيك، واللايوفيليك انه الماده تكون تذوب بالماء. فايس يكون سنجل فيز جل، هنا يكون تو فيز جل. هنا اكو تو تايبس، تايب 1 اللي هو فلوكيوليتد سوليد، وتايب 2 هو كارد هاوس فلوك. هنا مثلا نجي بالنسبه لللايوفوبيك، اللايوفوبيك الذرات هي ما راح تكون ذابة بس راح تكون بها فلوكيوليشن، يعني مثلا يكون فلوكيوليشنز بهالشكل، هذا يكون هيك بشكل مربعات، هذا نسميه احنا الكارد هاوس فلوك. الجزء الثاني او التايب 2 راح يكون مثلا هنا فلوكيوليتد، هنا مثلا اكو فلوكيوليشن، هنا مثلا، وهكذا يعني تجمعات بشكل ما يكون بشكل مرتب مثل الكارد هاوس فلوك اللي هو التايب 2، راح يكون نسميها فلوكيوليتد سوليد. هنا السوليد في هاي اللايوفوبيك هي المواد تكون هنا مذوب بالماء، فبالتالي راح تكون بشكل ديسبيرجن، فبالتالي راح يصير لها شنو فلوكيوليشن تختلف. هنا تكون ماس consisting of flocules of small، هنا تكون particles مالتها صغيرة distinct particles stemmed a two phase system، أو أحيانا نسموها الماجما. النوع الثاني اللي هو lyophilic اللي يكون بها chemical أو قد تكون بها physical، يعني هنا نقصد بها type of the bond. هنا همينة مثلا type of the bond flocculated solid أو card house flock الشكل مالته. هنا قد يكون chemical bond وقد يكون مثلا physical bond. هذا الجل يكون macromolecules. macromolecules يعني نقصد به بوليمرات، يعني مثلا اذا عندك CH3 CH2 وتمشي مثلا فت بوليمر، هذا يكون موجود مثلا هيك شكل، خلينا نقول هذا كليته موجود مثلا بسوليوشن. هنا ما راح يصير اكو فد طبقة مثلا فاصلة، مثل هنا مبين اكو هذا في الطبقة فلوكيوليتد، طبقة تكون اقل بها مواد، هنا بنفس الحالة تكون بها فلوكيوليشن بس بشكل مرتب. هنا اصلا ماكو اي طبقات، فبالتالي تكون هي صحية ماكرومولكيولز بس تكون شنو ووتر سوليبل. هنا كانت ووتر انسوليبل. فبالتالي هنا الواتر سوليبل اللي هو راح نسميه احنا الماكرو مولكيولز تكون يونيفورم ديستريبيوتد ثرو اوت ا ليكويد وذ نو ابييرنت باوندريز بتوين ذا ديسبيرز ماكرو مولكيولز اند ذا ليكويد. هنا كمثال عندنا الكاربو مير جل، هذا المثال، او هنا عندنا مثلا الالومنيوم اوكسايد، او العفو الالومنيوم، بالضبط الالومنيوم اوكسايد هنا راح يكون المثال عليها. الجل preparation المين بروسيجر، هيدروفيليك جيلينج ايجنت، اذا مثلا عندنا جيلينج ايجنت يكون هيدروفيليك هو بالعاده، يصير له ديسبيرجن بالووتر وذ كونتينوس ستيرنج على مود بدرجه حراره تكون يعني ابروبريت على مود تسوي الجل
الجيلينج ايجنت يعني الحراره اللي راح نسوي بها الميكسينج بالنسبه للهيدروفيليك جيلينج ايجنت تكون مناسبه له هاي الماده. الدراج نسوي له ديسولف ان سويتبل سولفنت with preservatives and other additives. بعدين نضيف هذا السوليوشن مال الدراج نضيفه على الجيلينج ايجنت ديسبيرجن. يعني احنا هنا راح نحضر مثلا هذا مثلا يكون الجيلينج ايجنت ونضيف عليه احنا السوليوشن اللي راح يحتوي هو على مثلا الدراج ويحتوي مثلا على البريزرفاتيف واذا عندنا مثلا اذر اديتيفز. الجل فورمولايشن in addition to the gel gelling agent and water, gel may be formulated to contain a drug substance يحتوي مثلا على solvent اذا عندنا نضيف كحول او مثلا بروبيلين الكحول مثلا يحتوي احيانا على جليسرين او مثلا بروبيلين جلايكول هذا نسميه هيوميكتنت. انتي مايكروبيال بريزرفاتيف مثل بارابين البروبيل بارابين كومبينيشن كلورهيكسيدين ممكن نستخدمه واستابلايزرز اللي مثل عندنا الايديتيت داي صوديوم هذني هي الاديتيفز اللي ممكن نستخدمها بالاضافه الى الجيلينج ايجنت والمي والدراج سبستانس. ممكن نضيف هذني المواد اللي احنا عددناها. الجيلينج ميثود انه انت حضرت مثلا هذا فرضا هنا انت خليت المواد مالتك هذا شنو اللي راح يسويه يخليه يصير مثلا بشكل جل راح يتأثر مثلا نسميها اول طريقة اللي هي الفيس سيبريشن تمبرتشر افكت ممكن اذا صعدنا درجة الحرارة ممكن نحصل جل او احيانا مثلا اذا نزلنا درجة الحرارة ممكن تحصل الى جل. بالعادة ما راح نستخدم هذه الطريقة انه اذا السوليوشن مثلا خلينا درجة حرارة معينة عليناها راح يصير بشكل جل. Effect of solvent addition احيانا اذا اضيفت solvent معين ممكن راح يسبب عندي جل. Addition of electrolyte هنا نغير بالالكترولايت هنا ممكن نغير ايضا يعني بالpH بالتالي راح يتصير عندي مثلا basic يصير مثلا acidic او ممكن يتحول الى neutral فبالتالي ممكن يصير عندي الجل. او احيانا طريقة نستخدمها اللي هي الكيميكال رياكشن. اخر شيء عندنا امثلة على الكريمز او جل بالنسبة للانتي اكني كيميكال عندنا هنا مثلا تأثر على الكيراتين فورمولايشن عندنا مثلا انتي بايتيك عندنا انتي سبتيك او كيراتوليتيك. مثلا هنا عندنا النوع الاولي هو التريتيون هذن تكون هي فيتامين اي دريفاتيف هاي تجي بشكل سوليوشن قد تجي بشكل مثلا كريم قد تجي بشكل جل. الانتيبايوتيك مثلا الارثروميسين والكليندوميسين قد يكون يجي بجل طبعا بالمناسبة هذا ايضا ممكن موجود بشكل سوليوشن. الانتيسبتيك اللي هو مثلا عندنا البنزويل بيروكسايد او مثلا عندنا الازيليك اسيد اللي هو كيراتوليتيك وهذا الكيراتوليتيك نقصد به احنا الازيليك اسيد تجي دائما بشكل جل. فإلى هنا تخلص مادة السيمي سوليد. إن شاء الله الموضوع الثاني اللي راح يعني نحكي عنه راح يكون هو السبوستري. إذا عندكم مثلا أسئلة أو ملاحظات نقدر إنه إحنا نتناقش